صباح الخير متابعينا في الأردن. اليوم الأربعاء بإذن الله بتستمر الأجواء الصافية والمشمسة تسيطر على المملكة، ودرجات الحرارة رح تكون أعلى من معدلاتها السنوية لتسود في عموم مناطق المملكة أجواء أطفأ بقليل من يوم أمس الثلاثاء. ولكن في المناطق الصحراوية هناك هبوب للرياح الشرقية رح يكون نشط ومثير للغبار بإذن الله. أما نهار اليوم الأربعاء كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان؟ 19 درجة مئوية نهارا مع أجواء صافية ومشمسة والملموسة 18 ونسبة الرطوبة 54% وسرعة الرياح 33 كيلومتر في الساعة. نصعد وإياكم من درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهارا بتسجل 21 ليلا 10، المفرق 20 نهارا 10 ليلا كذلك الحال، جرش 20 نهارا 11 ليلا، وعجلون 19 نهارا و10 درجات ليلا لتعم هناك أجواء إن شاء الله صافية ومشمسة. أما مناطق الوسط اليوم ابتداء مع العاصمة عمان 19 نهارا 10 ليلا، وكل ما البلقاء الزرقاء مادة بدرجة حرارة متقاربة بين 22 درجة مئوية نهارا وبتنزل بالليل 13 درجة مئوية. البحر الميت 29 مع أجواء لطيفة صافية ومشمسة بإذن الله و17 درجة ليلا. أما المناطق الجنوبية بحول الله اليوم الأربعاء الكرك بتسجل 22 نهارا 8 ليلا، أما الطفيلة هناك هبوب للرياح الشرقية النشطة رح تكون مثيرة للغبار 22 نهارا 11 ليلا، وجبال الشراه 20 نهارا 11 درجة ليلا، ومعان 23 نهارا 8 درجات ليلا، والعقبة مع أجواء لطيفة 28 نهارا و18 درجة مئوية ليلا مع أجواء صافية ومشمسة. أخيرا المناطق الشرقية في المملكة كل من الرويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة متقاربة جدا 22 نهارا وبتنزل بالليل ل 9 درجات مئوية والله تعالى أعلى وأعلم. متابعينا لهون بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، ولاقونا بإذن الله في باقي تفاصيل نشراتنا القادمة. بأتمنى لكم نهار جميل، إلى اللقاء.